في الدوري الممتاز لكرة اليد، الدورة السادسة في مجموعة الشمال، نسجل 3 انتصارات خارج الميدان وحققتها أندية الرجاء، طلبة تطوان، المغرب الفاسي، كما نسجل هزيمة نهضة بركان في قمة الدورة أمام الفتح الرباطي، وفوز النادي المكناسي على اتحاد طنجة لتصدر الكوديم، سبورة الترتيب في مجموعة الجنوب. القمة كانت بالدار البيضاء بين المتصدر جماعة الحي المحمدي والمطارد المباشر الرابطة البيضاوية، مباراة انتهت بتعادل منطقي بين الفريقين، فيما باقي النتائج كانت بدون مفاجآت تذكر. سنتابع كيف جاء الفوز ديال فريق النادي المكناسي على فريق اتحاد طنجة 26 مقابل 15، وهي المباراة تابعتها مباشرة على قناة الرياضية المتابعة للزميلة سميرة باسو. أتت باكورة الدورة السادسة من بطولة الكرة الصغيرة مؤكدة للترشيحات على الورق، بعدما كان النصر حليف النادي المكناسي المتفوق على اتحاد طنجة ب 26 هدفا مقابل 15، نتيجة أكدت بما لا يدع مجالا للشك هشاشة دفاع الفريق الطنجي الذي يعد الأضعف في مجموعة الشمال، بعدما استقبلت شباكه 164 هدفا، عدت تراكما منطقيا لخمس خسارات تجرع مرارتها سفير البغاز المدعو أكثر من أي وقت مضى إلى لملمة القوى تصحيحا للمسار وترميما للصفوف. الأخير لم يسعد سوى بفوز يتيم لم يشفع له في تخطي مرحلة الفراغ التي زجت به في المنطقة المكهربة. وعلى النقيض من ذلك وبلغة الأرقام، يظل النادي المكناسي صاحب القوة الضاربة في الهجوم بعدما سجل 155 هدفا بوأته الصدر باستحقاق وبرصيد محترم من النقاط يؤكد هويته كأبرز المرشحين للتتويج باللقب. ومعلوم أن اتحاد طنجة سيجد نفسه في محاك صعب انطلاقا من فعاليات الدورة التاسعة، حيث يعد اصطدامه مع جاره طلبة تطوان الذي يتدفأ هو الآخر بنار ذيل الترتيب، كلاسيكو شمالي سيزيد لا محالة جراح طرفي المعادلة الوجودية غورا في انتظار ردود فعل تطوي أزمة النتائج تحولت إلى ثقافة لا تبعث على الارتياح. وفي النتائج بالنسبه لمجموعه الشمال، فريق الجمعيه السلويه كينهزم امام فريق الرجاء ب 19 مقابل 23، نادي القنيطري كينهزم امام طلبه تطوان 24 مقابل 26، نادي المكناسي كيتفوق على اتحاد طنجه 26 مقابل 15، الفتح الرباطي كيفوز على نهضه بركان ب 21 مقابل 18، والجيش الملكي كينهزم امام المغرب الفاسي 18 مقابل 26. بالنسبه للترتيب الصف الاول، نادي المكناسي الفتح الرباطي نهضه بركان 15 نقطه، الصف الرابع الرجاء 14 نقطه، الصف الخامس المغرب الفاسي جمعيه سلا 13 نقطه، الصف السابع الجيش الملكي 11 نقطه، الصف الثامن طلبة تطوان 9 ديال النقاط، الصف التاسع اتحاد طنجة 8 ديال النقاط، وفي الصف الأخير نادي القنيطري 6 ديال النقاط. بالنسبة لمجموعة الجنوب، الوداد البيضاوي تتفوق على حفلة أكادير 29 مقابل 19، جماعة الحي المحمدي الرابطة 26 مقابل 26، منتدى درب السلطان كيتفوق على شباب سوق السب 28 مقابل 26، رجاء أكادير كيتفوق على وداد سمارة 33 مقابل 26، والكوكب كيتفوق على اتحاد نواصل 24 مقابل 18. بالنسبة للترتيب، الصف الأول جماعة الحي المحمدي 17 نقطة، الصف الثاني الكوكب 16 نقطة، إلى جانب الرابطة، الصف الرابع رجاء أكادير 15 نقطة، الصف الخامس اتحاد نواصل 12 نقطة، إلى جانب منتدى درب السلطان، الصف السابع الوداد 10 نقاط، إلى جانب وداد سمارة، والصف التاسع شباب سوق السب 6 ديال النقاط، الصف الأخير حسنية أكادير 5 ديال النقاط.